الاحتلال يغلق مداخل بلدة المغير قضاء رام الله. سنتحدث بالمزيد بالتأكيد وسنحاول استطلاع الصورة الكاملة من خلال ضيفنا، وينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ كاظم الحاج محمد، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مباشرة من المغير. أهلا بك أستاذ الفاضل، مساء الخير وحياك الله. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. أهلا بك. يعني ما هي الصورة الكاملة على الأقل حاليا؟ الآن الأنباء بدأت يعني يتم تداولها قبل ساعتين تقريبا بأنه الاحتلال أغلق وأحكم إغلاق مداخل القرية، قرية المغير قضاء رام الله. ما هي الصورة لديكم؟ الصورة اللي لدينا حاليا هي من بداية 7 أكتوبر حتى قبل، المنطقة الشرقية للمغير مغلقة. في المرحلة هذه اليوم اتفاجأنا في المنطقة الغربية مسكرين حاجز في المنطقة حوالين البلد، حاولوا اليوم بحطوا في بؤرة استيطانية جديدة رد على الأحداث اللي بتصير، يعني بيستغلوا الوضع اللي بيصير حاليا، وضعوا بؤرة استيطانية قريبة من الجنوب من قرية المغير. صحيح، وبجوز امبارح احنا يعني شفنا شوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تابعنا ما تداول النشطاء بخصوص هاي البؤرة، وكانت طبعا في صورة يعني بعيدة عن موقع هاي البؤرة، ولكن ممكن أنت تحكي لنا أكثر يعني بخصوص هذه البؤرة، وين بالضبط هاي البؤرة لأهالي البلد أو لأراضي البلد، وشو اللي بتشكله وشو اللي بتعنيه إقامة بؤرة استيطانية جديدة قريبة على المساكن وعلى منازل الأهالي والسكان في المغير بعد سلسلة اعتداءات أصلا وانتهاكات للبلدة كانت خلال الأسبوعين 3 الماضيين. صحيح، البؤرة الاستيطانية بين قرية المغير وكفر مالك، يعني قريب على المغير يعني أكثر من كفر مالك، فوق عين سامية، نبع عين سامية. البؤرة هذه الاستيطانية هي هذه يعني في مناطق في أراضي المغير، وهذه يوميا انتهاكات، هي يوميا من القطاع المستوطنين والجيش ادوار بالنسبه للمغير، يعني اغلب الايام يا الجيش في الليل يا في النهار محاسيم، يا المستوطنين بطردوا رعاه الاغنام بحاولوا يسيطروا على المناطق جميعها حوالين المغير، لان بيعتبروا المغير يعني مركز هم بيعتبروها يعني اللي بيدافع عن ارضه بيعتبروه ارهاب من بصيف، يعني صفات الاحتلال ان المغير هذول مشاكل، وكل يوم بينزلوا انهم على الشارع الرئيسي ومش الشارع الرئيسي، القاء الحجاره ومش حجاره، هو ما فيش منه، بس هي هذه حجه بحجه مشان يستولوا على الاراضي. طيب بالنسبه للتسكيرات يوميا، تسكير على داير المغير اليوم يعني كان تشديد حصار حقيقي على المغير على مدخل الغربي للمغير، مشان يعجزوا على الناس، في موظفين في موظفات في من جميع النواحي، يعني تصعيب حياة الناس عمليا اللي موجودين في المغير، وتصعيب حياة أهل المغير وجعلها شاقة يعني بالحد الأقصى. وخليني أنا يعني أحكي معك بوضوح أستاذنا الفاضل، بالتأكيد الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية سواء الإغلاقات وأيضا اعتداءات المستوطنين، هي بالتأكيد بتصعب حياة الناس، الدخول إلى والخروج إلى الدخول إلى البلد والخروج من البلد بتصفي مسألة مش سهلة، الحياة والاستمرار في الحياة أصلا في البلد والاستمرار والبقاء في البلد بتصفي كمان مسألة يعني فيها صعوبات وفيها تحديات كثيرة، تزداد كمان الاحتياجات بسبب الإغلاق، احتياجات الناس بتزيد، احتياجات المرضى بتزيد، احتياجات العاملين والموظفين بتزيد، احتياجات الأطفال بتزيد، احتياجات الشيوخ بتزيد. خلينا من خلالك يعني نعرف أكثر عن يعني الحياة، تفاصيل الحياة اليومية وانعكاسات وتبعات الممارسات الإسرائيلية على حياة الناس وتفاصيل حياة الناس في المغير. الوضع الاقتصادي اللي بمر في قرية المغير بالنسبة للإغلاق وضع صعب، يعني الوضع الاقتصادي بالنسبة
للناس، وبالنسبة للثروة الحيوانية أخرى أثر عليها كاملة. يعني اللي كان عنده 200 راس بدي يبيع يخلي 10-12 راس، لأنه فيش مراعي أكثر من جميع الجوانب. لا في مراعي من جميع الجوانب. البناء ممنوع تبني بحجة أنها مناطق فيه. يعني كل الأمور اللي بتتعلق في الإشكاليات في العالم موجودة عندنا من جميع النواحي، الناحية الاقتصادية، ناحية المواصلات برا يعني مدمرة بالنسبة لنا. يعني يوم بدي يروح على الدوامة أو عشورة بدي يقعد ساعات يصير العمل إلا لا. طبعا رح يتعطل، سيتضرر وسيتعطل بالتأكيد بسبب إجراءات الاحتلال وبسبب إغلاق البلد. طيب أنا عندي كم من استفسار، وبعرف بأنك يعني بالتأكيد من الممكن أن تفيد فيهم. الاستفسار الأول متعلق ب يعني الإمكانية، إمكانية الخروج والدخول. هل في مثلا طرق بديلة من الممكن الناس بالمغير أن تسلكها للدخول إلى المغير أو للخروج منها، حتى وإن كانت يعني صعبة أو أكثر طويلة أكثر ووعرة أكثر؟ بالنسبة إن من المنطقة الشرقية بدي أعطيك اختصار، جميع الطرق الفرعية والرئيسية مغلقة. بالنسبة للطريق الغربية الرئيسية في طريق ترابية، يعني بدي يقعد ساعة ساعة ونص طريق ترابية وعرة لا يقدر يطلع على الشارع الرئيسي يصير حربة أبو فلاح أو كفر مالك. بمعنى أنها أكثر طويلة أكثر ومعقدة أكثر، يعني معقدة مش طبيعي. يعني إحنا إذا كان قبل الأحداث قبل 7 أكتوبر كانت الطريق من عندنا لترمس عيا تأخذ 5 دقائق، اليوم بده نص ساعة يصل ترمس عيا آخر ترمس عيا. إذا بدنا نروح على منطقة نابلس كنا نصل دوما برضو 10 دقائق 5 دقائق، اليوم نلف على الطيبة عدة طرق. يعني الوضع الاقتصادي صعب بالنسبة للناس، للمواصلات، لجميع الأمور الزراعية. الناس كانت تزرع مئات الدلومات للثروة الحيوانية وغير الثروة الحيوانية، حاليا ولا حدا بزرع، ممنوع. هذا هو استفسار ممنوع. الثاني أخي كاظم، هذا هو الاستفسار الثاني ويتعلق بالثروة الحيوانية وبمربي الثروة الحيوانية اللي موجودين في المغير. وبجوز يعني فرصة وأنت معنا اليوم إن ننوه ونشير إلى عموم المتابعين الكرام بأنه بلدة المغير تعتمد في اقتصادها على الثروة الحيوانية وعلى تربية الثروة الحيوانية، وتعتمد في اقتصادها يعني بجزء كبير منه على هذا الجانب. ما الذي حل بهذا الجانب من اقتصاد البلد خصوصي؟ وأنا سمعتك بتقول إشي صادم ربما متعلق ببيع الـ 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 الأكثر يعني من المزارعين بيعهم لكثير من رؤوس الغنم ومن حيازاتهم الزراعية الحيوانية في المغير. كان يعني على سبيل المثال 10-12 ألف راس غنم، اليوم بتلاقي 4,000-5,000 راس غنم. تراجع الثروة الحيوانية في البلد بسبب الاحتلال، المناطق اللي كانوا يرعوا فيها الغور هجروهم من مناطق الأغوار، هجروهم من أطراف البلد اللي لازم داخل البلد. هاي أول شغلة. بالنسبة للزراعة كان الناس يزرعوا عندنا، يعني أكل مزارع يزرع 10-15 دلم، يزرع كمح أو يزرع شعير أو بقليات أو هذه اليوم مش ما ولا واحد زرع. هاي بتدمر على الاقتصاد الخاص بينا في كقرية، اقتصادنا مدمر. غير الدمار حرك المنازل، غير الدمار حرك السيارات، يعني اعتقالات يومية، يعني حتى أيام بقطعوا الكهرباء. قبل كم يوم ضرب الضغط العالي قطع الكهرباء طول الليل على الناس، في ناس تتعالج، في ناس بالإشي بالمعنى الإشي الصحي. يعني بيأثر علينا، بيأثر علينا بالنسبة للمواصلات، بيأثر علينا من جميع النواحي. طيب هلأ السؤال المهم أخي كاظم، في حدا بتطلع على المتضررين وعلى الـ يعني خليني أقولها بس هيك المتضررين، هل هنالك من ينظر بعينه إلى المتضررين وإلى حجم الأضرار وإلى الأضرار الجدية؟ لأنه إحنا بنحكي صراحة عن معطيات وأضرار مش سهلة تهدد يعني اقتصاد الناس وحياة الناس، وبالتالي تهدد أيضا أمانهم المعيشي.
بالنسبة للأضرار إن يعني بعض مؤسسات وعدت وبيجوا بسجلوا المؤسسات، وفي مؤسسات يعني بلشت تشتغل على المنازل المحروقة. يعني عندنا 14 منزل يعني على مستوى مؤسسات بدها تسوي لها الساعة 7 منازل تلقائيا، ومؤسسات أخرى حاولت تدعم الناس إشي إغاثة أولية، يعني إغاثة يعني مشان يمشي أموره. وموعدين يعني جميع المؤسسات بتوعد بتقول لك بيسجلوا وبيطلعوا، ما لحد الآن إشي رسمي 100% لا. يعني الحديث عن وعود، موعودين موعودين، هاي كلمة فضفاضة يعني. هذه المواعيد يعني ماشي، بس في بعض مؤسسات أكدوا بعض رؤوس أموال إنك عندي مثلا 6 منازل وخلال أيام بدهم يبلشوا يشتغلوا على إعادة تأهيل المنازل اللي انحركت كاملة. أيوة. والإغاثة الدولية يعني أنا بعرف اليوم بلغوا إنهم بدهم يعطوا كل صاحب منزل 10,000 شيكل يعني يأهل حاله عبين يبلشوا يشتغلوا المؤسسات الأخرى. طيب هلأ سؤالنا الأخير أخي كاظم، وهو سؤال أيضا باعتقادي مهم. الآن استمرار الحال على ما هي عليه، طبعا بالتأكيد هنالك جهود، هنالك تدخلات يعني كما فهمت منك لتعويض المتضررين ولجبر الأضرار اللي نجمت عن حياة، عن انتهاكات الاحتلال وعن هجوم أيضا المستوطنين على المغير، ولكن استمرار الحال يعني على ما هي عليه، استمرار يعني هذه الحالة من الاعتداءات و يعني الخشية من أن يعني تتحول المغير أكثر وأكثر لمسرح جديد لانتهاكات المستوطنين ولاعتداءاتهم، يتطلب ماذا؟ واحكي لي إياها يعني بشكل صريح. متطلب من الجهات الرسمية، من السلطة الفلسطينية، من المؤسسات الدولية، من العالم، إن يشوفوا قضيتنا مثل باقي قضية الوطن جميعا، يعني منتهك جميع الوطن، مش احنا بس المغير، بس في مناطق اولويات. يعني احنا عندنا في منطقة رام الله الشرقية ازود اشي بتتعرض للانتهاكات المغير من جميع الجوانب. فاحنا يعني هذه رسالتنا للسلطة الفلسطينية، للي بفاضوا، للفصائل، للجهات المعنية انها توقف لجانبنا وشوفوا شو على ارض الواقع. يعني بعض مؤسسات وبعض شخصيات تيجي وتشوف وزم حالها وتروح، ما يعني مش المطلوب. المطلوب ان وقفة جدية، يجيبوا السفراء العالم يجي يتفرجوا على معاناة الفلسطينيين سواء في المغير او غير المغير. وهذا متكرر، يعني المستوطنين يوم بتتعرض من الشارع الرئيسي اصحاب الثروة الحيوانية والدور الكريبة على الشارع الرئيسي بتعرض من قبل المستوطنين. يعني الحلول مش إلا يعني جهات رسمية توقفها الانتهاكات. نعم، هذا المسلسل المفتوح من الاعتداءات والانتهاكات سواء المستوطنين أو الجيش أو يعني كلا الطرفين معا، المستوطنين والجيش، لأنه إحنا عم نشوف إنه الجيش يعني يشارك لحماية المستوطنين ولحماية إرهاب المستوطنين عمليا. صحيح. يعني لأن أنا شفنا في فترة ما دخلوا على المغير يوم حركوا المنازل والسيارات كان الجيش واقف على جانب، يوم يشوف المستوطنين الجانب المستوطن انضغطوا بوقف لجانبهم يصير يضرب على الناس غاز وقنابل صوت وحي برا. وطالما المستوطنين مستكويين بيظل واقف على جانب، يعني تبادل أدوار بالمعنى. أيوة نعم، يعني عمل مشترك، هم يعملون إلى جانب المستوطنين في إرهابهم وفي عنفهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل. طب فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، وهذا أخيرا أخي كاظم، أنت تحدثت عن المنطقة الشرقية في رام الله وتحدثت بأنها منطقة مستهدفة عمليا. أنتوني بلينكين كان قد اجتمع مع الفلسطينيين الأمريكيين في المنطقة الشرقية برام الله بالعام الماضي، وكان هو وزير الخارجية الأمريكية، وكان حكى وقدم وعود يعني لحماية المواطنين. وإحنا بنعرف أنه
كتير مواطنين في المنطقة الشرقية فلسطينيين أمريكيين بيحملوا جنسيات أمريكية. برأيك وهي خلصت سنة تقريبا والاعتداءات مستمرة، كيف ممكن نعلق يعني على جدية هاي الزيارات وجدية هاي الوعود أيضا؟ الوعود هذه وعود كذابة، لأن أنا بالنسبة إن كانت فترة مصعية وأنا حضرنا مع المؤسسات، وكان السفير الأمريكي، حتى السفير الأمريكي تعرض من المستوطنين ضربوه في سهلة المصعية. الأمريكان ما هم لجانبنا، بجانب الاحتلال، يعني نكون صريحين، ما احنا ندافع عن الأمريكان. بعطوك وعودات، حتى الدول، بعض الدول الأوروبية تعطيك وعودات وهي ما بتقدر تسوي شيء لأنها هي بجانب الاحتلال. أنا شفتها يعني على مناطقنا، عملية التهجير، عملية التهجير من مسافر يطا لبسان، مناطق الأغوار، يعني بركزي احنا منطقة المغير، ما هي من مناطق الأغوار، شبه الأغوار، آلاف الدولومات هذه سيطروا عليها قبل 7 أكتوبر. كان المستوطنين تعين التلال الجبال هذول تعاون مع الجيش والدول المانحة والدول الأوروبية والأمريكان شايفينهم، ما بغض نظرهم عن المستوطنين. نعم، يعني أنا إلى هنا أود أن أشكرك، أعرف بأنه الحديث يعني طويل، وأن مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية وانتهاكات المستوطنين أيضا وإرهابهم للأهالي في عموم المناطق الشرقية لرام الله يعني هو مسلسل مستمر وبدأ من قبل 7 أكتوبر، ولكن هو يتصاعد من 7 أكتوبر وجاي، وبالتالي هذا يتطلب فعلا التفاتة جدية لمعاناة الناس في هاي المناطق وللأضرار الكبيرة الجسيمة اللي لحقت فيهم. ولكن يعني إلى هنا أود أن أشكرك الأخ كاظم الحاج محمد الناشط من بلدة المغير شرق رام الله، شكرا جزيلا لك، كن دائما بخير وربنا يسلم الجميع.